السلام عليكم، نرحب بكم ثانيا في مساق أساسيات الطاقة المتجددة. اليوم حنتكلم على الستورج سيستم اللي هي أنظمة التخزين. في الستورج سيستم حنتكلم على النيد فور انرجي ستورج، ليش احنا بلزمنا التخزين، أنواع التخزين فورم اوف انرجي ستورج، الكتريكال ستورج، كيميكال ستورج، وميكانيكال ستورج بشكل عام. طيب ليش احنا بنحتاج التخزين؟ عادة احنا وقت الانتاج خصوصا للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية او طاقة الرياح او طاقة الانهار اللي هي جاية من السدود اللي بنسميها الهيدرو، عادة لها اوقات بتختلف عن أوقات أحيانا الحاجة أو الديماند. مثلا في الطاقة الشمسية احنا بننتجها خلال ساعات النهار، ولكن هناك حاجة للطاقة الشمسية في الليل. بالنسبة للويند عادة طاقة الرياح في الليل أعلى منها في النهار. أحيانا برضو هذا بنيجي نطلع عليها حسب المواسم، الطاقة الشمسية في الصيف إنتاجها أعلى منه في الشتاء، الويند في الشتاء أعلى منها في الصيف، الهيدرو حسب موسم الأمطار والتجميعها، فهاي بيختلف من اختلاف. الآن الحاجات عادة في المجتمعات في الصيف والشتاء الحاجة للكهرباء أعلى نظرا للتدفئة والتبريد. This can be a situation when sufficient power is produced during the day and stored energy during is used during the night. فلهذا السبب بدنا نستخدمها في أوقات تانية. Energy storage devices also help to smooth out the differences and minor fluctuations in energy supply such as the effect of shading, passing clouds, etc. on the PV. لما نيجي نطلع عليه في النسبة للواح الشمسي، ممكن لما تمر سحابة هذه على الرغم من تأثيرها يحسب بالدقائق، إلا إنها إيش بيبقى إلها تأثير، يعني ممكن تنزل حتنزل مش ممكن حتنزل من كمية الطاقة اللي حتنتج. الشيدنج اللي هي الظل، لما نيجي ظل على الواح الشمسية الشمس بتجيش مباشرة، فهذا برضو حتأثر عن إنتاج الألواح الشمسية من الكهرباء. الآن حنتكلم على نوعين النيت اللي هي في السولار وفي الويند. Clearly the amount of energy produced by solar PV panels and wind turbine is not constant in time. يعني هذا من المآخذ على الطاقة المتجددة إنها مش reliable، بمعنى إنها بتنتج ليش كميات ثابتة من الطاقة، فهاي بيصير فيها تذبذب في الإنتاج. There are several time scales involved. طبعا في عندي حاجات بتختلف فيها. Shortest time scale اللي هي حوالي 15 دقيقة. Instance with change of solar irradiation due to clouds. مثلا لو مرور السحب هذا حيأثر على لما تيجي السحب فوق المنطقة اللي فيها الخلايا الشمسية، هذا حيأثر على أشعة الشمس الواصلة لهذه الخلايا، بهذا حتقل كمية الطاقة المنتجة في هذا من هذه الخلايا. Day and night mainly affected by the power generated by solar PV. Weather spells may affect sustainable energy production for several days. يعني عادة احنا بننتج الطاقة الشمسية في النهار بنستهلكها في الليل. طب لو اجت ايام غائمة، يعني في شيء الطاقة الشمسية محدودة الانتاج، فانت بدك نظام يخزن هذه الطاقة بحيث تستهلكها في الايام اللي ما فيش بيجيش فيها شمس. الـ effect of seasonal change in production عادة زي ما حكينا في فرق بين الاشهر، خلينا نقول بشكل اساسي طول النهار بالنسبة للصيف والشتاء. في النهار في الصيف طويل، في الشتاء قليل. لو جينا لمناطق في القارة شمال القارة الأوروبية زي السويد زي شمال إنجلترا، هنلاحظ اليوم عندهم طويل يمكن يمتد لعشرين ساعة في الصيف، ويمكن يعني ينقص في الشتاء لساعتين ثلاث ساعات في الشتاء، وهذا يعني له تأثير على إنتاج الطاقة. لهذا السبب مثلا في بريطانيا في المتوسط الإنتاج الطاقة الشمسية في الصيف 10 أضعافه في الشتاء.
طبعا هذا this season change has to be compensated بأن يتم تعويض لهذا التذبذب. Fluctuation in لما نيجي بالنسبة للwind, there is a seasonal variation in wind energy depending on the amount of wind turbines. This may compensate for variation in the solar PV. لو أنا عندي نظام hybrid في wind وفي solar, ممكن أقول إن الويند ممكن تعمل compensation تعويض للسولار, أو السولار يعمل تعويض للويند. If we look at the day and night cycle, we observe similar pattern. While the wind power is generally higher during the night, it will be not enough to compensate for the lack of solar. الفرق بين الويند في الليل والنهار مش زي السولار, عشان هيك صعبة انه الويند تعوض النقص في السولار في الليل. Only when installed wind power is much larger than the installed solar, such compensation could be possible. لما يكون مثلا في الحجم انه الويند بتنتج لي تقريبا من 50 ل 100 ضعف السولار, ممكن في هذه الحالة الويند تعوض لي النقص اللي بيحصل في الليل. The fluctuation production of sustainable energy have a strong effect on the price of electricity. طبعا سعر الكهرباء هذا بيأثر, لأنه زي ما تكلمنا البيك لود هذه أعلى كهرباء بتبقى موجودة. فأنت الفلكشويشن هذا بتكلم نتكلم عن نامينال, وأي شيء فوق النامينال الأسعار بتصير بتضاعف, وأحيانا بضعفين ثلاثة أربعة عشرة وهكذا. طيب الـ fluctuation in production of sustainable energy زي ما حكينا في عنده time scales بالنسبة للوقت, cloud etc 15 minutes يعني التذبذب بدوم خلال 15 دقيقة, day and night 12 hours بنتكلم عن range. في هذا هاي weather spill several days, عادة بنعمل حساب من يومين لخمس أيام. season طبعا several months, لأن بنتكلم عن شتاء صيف ربيع خريف في هذا الاتجاهات. fluctuation in the power production of sustainable energy زي طلع السولار في ألمانيا مثلا, بنلاحظ إنه أعلى إنتاج بيجي في جون وجولاي وأغسطس, أو يمكن حتى هنا حسب التشارت الأبريل والمي غراب من هذه النتيجة. أقل إنتاج للطاقة اللي هو بيجي عندي في جانيوري ويليه في ديسمبر, وهذا واضح أنه هذا فصول الشتاء, وبنعرف أنه في شمال أوروبا هذه المناطق نهارها قصير في الشتاء ونهارها طويل في الصيف. Fluctuation in the production of sustainable energy solar and wind, بنلاحظ هنا السولار هاي انتاج السولار الفلكشويشن في النهار, وهاي الويند اللي عندي الفلكشويشن هذا في الاشهر اللي بنتكلم عنها. في الصيف عندنا بنلاحظ انه اقل انتاج من الويند, وفي بالنسبه للسولار اعلى انتاج. وبنفس الشيء هذا بنيجي نطلع على بالشتاء في السولار أقل إنتاج, وبالنسبة للويند أعلى إنتاج, وهذا طبيعي زي ما حكينا. الآن هذا تشارت تفرجينا كيف السولار والويند كيف بيجي, ولما نعمل كومبينيشن لبعض كيف بيصير فيها إنه بنقدرش نغطي الديماند المطلوب عندنا بالكومبينيشن. بهذه هاي إنتاج الويند بالأزرق, واللون البينك اللي هو بيعطينا السولار, والأسود لما أدمجهم مع بعض في هذا بلاحظ أنه لسه في تذبذب عالي هذا. طيب بالنسبة لما نيجي نطلع عليها في النهار والليل, أو في فصول السنة في النهار والليل, قديش الاختلاف في الويند انرجي. في الوينتر بنلاقي الأرقام قريبة من بعض, في السبرينج في شوية اختلافات, في السمر الاختلاف أكثر بكثير, في الأوتام بنختلف هنا. ففي عندي فرق تقريبا two factors اللي بحصل فيها بين الصيف والشتاء أو الليل والنهار. Fluctuation in the production use and
برايس اوف انرجي زي ما بنطلع عليها احنا في بلادنا. طبعا البرايس للانرجي ثابت، اليوز بتضاعف في فصول الصيف والشتاء. الان البرودكشن بالنسبة للبي في لحاله بنلاحظ انه يعني لما نطلع عليها البي في الانتاج تبعنا اعلى في الصيف منه في الشتاء، والاستخدام تبعنا في الشتاء والصيف تقريبا هذه البيك للسيزن. البرايس زي ما حكينا في بلادنا ثابتة في هذا المجال، ولكن الطاقة المطلوبة بتطلب انه ادور على مصادر اخرى، وهذا بتعمل لي بتضاعف السعر في هذا المجال. Fluctuation in the use، لما نيجي نتكلم بالدي والنايت، عادة استخدامنا للطاقة في النهار أعلى منها في الليل، وعادة يمكن البيك أور المغربيات حوالين المغرب هذا البيك أور للاستهلاك الطاقة، والأوف بيك أور اللي هي من 12 في الليل للأربعة أو خمسة الصبح. في السيزن الربيع زي ما تشوفوا الربيع والخريف تقريبا الاستخدام للطاقة أقل منه من الصيف والشتاء، وهذا بنلاحظها حتى عندنا احنا ساعات الوصل والقطع بنلاقيها في فصل الربيع بالطول أكثر من أي فصل تاني في السنة، وفي الصيف في الشتاء القطع بطول في هذا المجال. Fluctuation زي ما حكينا بالنسبة للوكيشن، في عندي stationary وفي عندي موبايل. الستيشنري أنا لما بدي البيت stationary خلينا نقول الأجهزة المشبوكة في البيت برضو أو في المصانع أو في المؤسسات stationary، بينما السيارات حاليا بنتكلم على الإلكتريك كارز، الموبايل نتورك، الموبايل فون، كل حاجة موبايل هذه بتطلب مني إني بشحن وبمشي في هذا المجال، وهذا لحتى الآن هذا من التكنولوجيا الواعدة اللي فيها مستقبل للاستخدام، بس لساتنا ما وصلناش لماتشور ستيج في هذا المكان. ده بنلاحظ الالكتريفيكيشن للسيارات، اذا انا بدي السيارات تمشي البطاريه او البطاريات الخاصه بالسيارات بتوصلني مسافات محدده، بقدرش امشي اكثر من هيك. اذا جيت بدي اقارنها بالنسبه للوزن مع البنزين او السولر بلاقي البنزين والسولر لساتها كفاءه اعلى، بقدرش اوصل السيارات على طول بسلك كهرباء وأظلني ماشي معه. يمكن هذه اللي احنا بنتكلم عليه في المدن الكبيرة، بنلاحظ هذه السيارات الالكتريك كار موجودات داخل المدن، لأنه في داخل المدن بنقدر نشحنها، وهي واللي بنتكلم عليه وقت الشحن بده يكون سريع. الان بالنسبه للبابليك ترانسبورت زي الباصات، بالاندكتيف تشارجنج باص اللي هي بيجي بالاندكشن بنعمل له تشارجنج، وهذه من التكنولوجيا الواعده للحين لسه موضع يعني خلينا نقول مش موضع كوميرشال برودكشن بيج تايم. اذا بدنا نيجي نطلع السولار للسيارات، بنعرف انه خلايا الكفاءه تبعتها مش عاليه، انظمه السولار كفاءه من تقريبا 15 ل 20 كسيستم، فهذا بتطلب مني اذا انا بدي طاقه كبيره لاشغل سياره بدي مساحه كبيره للسياره، وهذه حاليا مش فيزبل لما نيجي نطلع عليها، وبتعطيني سيارات اللي هي عملية لحتى الآن. طيب السوليوشن، إيش السوليوشن لما أتكلم؟ أنا بتكلم على سوليوشن لأشتغل فيها بالنسبة للإنرجي ستوريج. أسهل طريقة وأرخص طريقة الانتر كونكتيفيتي، إني أوصل بشبكات كبيرة، وكل يعني كل إشي بنجو أحطه على الشبكات المركزية ووصل الشبكات بعض بين البلدان وبين القارات، فهذا بحل لي مشكلة الستورج. الحاجة الثانية fluctuation electron sources، بدي أشوف مصادر إني أقدر أخزن فيها هذه الطاقة. أو الحاجة الثالثة اللي بنتكلم عليها من ضمنها اللي هي smart grids، بدي أشوف الشبكات الذكية، وهذا جايين نتكلم عنها مش الحين، يمكن في الشابتر 9
في هذا المجال. الانتر كونكتيفيتي بغض النظر ايش الطاقة المنتجة، سواء من الشمس او من الرياح او من الهيدرو او البايوماس او الجيوثيرمال، انا بدي اشبك هذا على شبكة مركزية تغذي كل شيء موجود. مثلا اربط هنا اسيا او الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع اوروبا، هذه بشبكة مركزية. حاليا امريكا فيها نورث امريكان الكتريك نتورك، وهذا موصلة ككل وفي عندها ربط مركزي، فالكل بحاول يوصل لشغلة من هذا المجال، لكن الربط بمصادر الطاقة المتجددة هذه اللي بده شغل أكثر، لأن هذه الفلكشويشن تبعاتها هي المشكلة الرئيسية عندنا، كيف how to handle this problem. الفلكشويشن سورس الكترون سورسز عندي ستورج اللي هي زي البطاريات والسمارت جريد، هذا السوليوشن اللي عندي. الجريد the most natural and cost effective way would be to store energy in the grid، وهذا زي ما حكينا اسهل حاجه. فلويد بيس ستورج زي الووتر والاويل والمولتن سالت ار تيبيكلي يوز وذ سولار ثيرمال سيستم، يعني هذه بتشتغل على الحراره، تخزينها تسخن هذا وتخزنه في خلينا فصل، والفصل هذه تبقى محكمة، وقت ما بدي اياها بطلعها، ومن هذه بحول الطاقة الحرارية الى طاقة حركية، ومنها بشغل التوربينات وبولد كهرباء، او الباتريز، والباتري ستورز كيميكال انرجي ان انترنال كومبوننتس اند ريليس الانرجي از الكتريسيتي ثرو الكترو كيميكال رياكشن. الهيدروجين uses surplus electricity to electrolyze water، يعني بحل المية الأكسجين وهيدروجين، وبأخذ الهيدروجين لأنه عنده هيدروجين قابل للاحتراق، وإذا لاحظنا كان الرينج تبع الفاصل فيول من 11 تقريبا ل 13، بينما الهيدروجين حوالي 40 39 حاجة، يعني حوالي 40، فهو تقريبا يعني بنطلع عليها 3 أضعاف إنتاج الفاصل فيول. المشكلة في الهيدروجين اللي هي المساحة المطلوبة أو الحجم المطلوب للتخزين فيها. Compressed air uses surplus electricity to compress massive amount of air and store it in underground أو above ground or underwater containers، وهذه إلها مسافات، فأنا بضغط الهواء، والهواء هذا اللي بضغطه لما بدي اياه بعمل له ريليس، وهو بعمل لي حركة للتوربينات. بامب ستورج هايدرو باور اللي هذا انا عندي الانرجي الموجودة، وهذا بتطلب مناطق جبلية او مناطق التضاريس تبعها مختلفة، فبرفع المية من المناطق المنخفضة للمناطق العالية، يعني بكون عندي ريزرفوار، وهذا الريزرفوار بودي المية في المناطق العالية، ولما بدي الطاقة وقت الحاجة بعمل ريليس للمية من فوق، فتحول البوتنشال انرجي هذا انتو كيناتيك انرجي، وبتشغل التوربينة. طيب بناخذ بريك الحين، وبعدها بنيجي نتكلم على الفورم اوف ستورج. مينوايل ايش بدي اياكم تفكروا؟ طيب ايش التقنيات اللي انا ممكن افكر فيها لاستخدمها عندي في البيت لاخزن الطاقة الزائدة عندي؟ يعني خلينا نقول في غزة يمكن عندي الموجود بشكل أساسي في الرينيوبل انرجي اللي هي الطاقة الشمسية. لو أنا عندي طاقة شمسية، وعندي الطاقة الشمسية هذه بتعطيني أكثر من حاجتي، كيف ممكن أخزن هذه الطاقة عندي؟ هل أنا هستخدم بطاريات؟ هل هستخدم شيء يسخن مية أو يسخن زيت وأخبيه في حاجات خليها كونتينرز، والله حستخدم إيش؟ هذا من الشغلات اللي بنتكلم فيها، يمكن من الشغلات اللي شفتها وبستخدم فيها. لو أنا عملت بول أندرنيت البيت حبيتها بمية، والمية هذه سخنت خصوصي، هذا بتتكلم فيها، هذا المية ممكن تسخينها يدفي البيت في التدفئة أو في غيره، كيف ممكن أستفيد من هذه الشغلات؟ هذه أفكار بدنا تطلع فيها وتشوف أنت وين رايح فيها. بناخذ بريك وإن شاء الله بنكمل بالفورمز أوف ستوريج. يعطيكم العافية.